يا هلا أمية هلا بطلابي طلاب الصف الأول متوسط، أهلا وسهلا بكم بهاي المحاضرة المهمة جدا، وتعتبر عندك هاي آخر محاضرة بمن باليونت الثاني. إن شاء الله اليوم محاضرتنا راح ناخذ فيها جميع تمارين اليونت الثاني، وشارح لك إياها بالملزمة، شارح لك إياها بدون استاذ، بحيث أنت تقدر تحلها وحدك، مترجم لك المطلب، جميع الكلمات مترجم لك إياها بحيث ما تدوخ بها أبدا، وكل كلمة ما تعرف نطقها عندك قاموس احتياط قدامك، انا ضايف لك اياها بالملزمه، اي كلمه تسمعها تقدر تسمعها بكل سهوله، هاي وحده. الوحده الثانيه انا ليش جاي احل لك التمارين؟ على مود شنو؟ اقول لك هذا تمرين مهم، وهذا التمرين يفيدك مثلا واجب بيتي، هذا التمرين يفيدك داخل الصف، كل تمرين اقول لك عليه مهم، هذا التمرين ما يتبع عند الاستاذ عندنا الامتحان، ركز وياي بهاي المحاضره. اليوم اول تمرين عندك تمرين اي صفحه 22، هذا التمرين معطيك كلمات قال لك نزلهم على حسب الصوره الموجوده، لاحظ. على حسب الصورة الموجودة، زين عندك هذا التمرين، تمرين أي، زين هذا التمرين شو يفيدك؟ يفيدك بالامتحان، ربما بعض الأساتذة يجيب لك من عنده معاكسات، وأنا أعطيتك إياها المعاكسات وفق المحاضرة الأولى بالجرامر إذا تتذكرها، زين. بالنسبة عندك هذا التمرين 1 صفحة 22 هذا التمرين، زين. بالنسبة عندك هذا التمرين نفس السيستم. تمرين 2 صفحة 22 هذا التمرين قال لك نفس الحالة، نزل لي ذن الكلمات وفق الفصل، قال لك وينتا، شتا، كولد، بارد، سنو، مثلج، وإضافة هذن الباقيات نفس الحالة، بس عن الكلمة مايلد أنا ضايف لك إياها، مايلد معناتها معتدل، هاي معناتها معتدل، أنا ضايف لك إياها على مود شنو تتذكر هاي الصفة تفيدك، زين. بالنسبة عندك هذا تمرين 3 صفحة 23 هذا التمرين أنا شارح لك إياه مسبقا ضمن المحاضرة الأولى، قلت لك هذا يجيبوا لك إياه بهاي الطريقة، وأعطيتك الطريقة اللي يجيبوا لك بها هذا التمرين، زين. تمرين 4 صفحة 23، تمرين 5 صفحة 23، زين. تمرين 1 24 هذا التمرين قدامك. تمرين 2 صفحة 25 وتمرين 3 صفحة 25، يعني كل التمارين إذا تلاحظ كل تمرين ضايف لك ترجمة بي، كل تمرين أي تمرين يعجبك ترجع لي تقدر تقرأ أنت وحدك، حتى المطلب مترجم لك إياه، يعني ما تدخل بالتمرين، أنت وحدك تجي هو أصلا محلول، تجي وحدك تفتهمه وتحفظه، زين. تمرين 4 صفحة 25 هذا التمرين. تمرين 1 صفحة 26، زين، هذا التمرين شنو ترتيبه؟ هذا التمرين طريقة استخدام الفوارز، هذا التمرين أنا شارح لك إياه ترى مسبقا، هذا التمرين شارح لك إياه مسبقا، زين. عندك هذا التمرين 2 صفحة 26، هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم، هذا اكتب عليه تمرين مهم، هذا الأستاذ ما يتبعد عنه بالامتحان أو بعض الأسئلة، يقول لك which month of has shortest name، بمعنى يقول لك أي شهر يحمل أقصر اسم، تقول له ماي، فقط تقول له may has the shortest name، تقول له may او mayo نسميه يحمل اقصر اسم. which month has the longest name؟ بمعنى يقول لك اي شهر يحمل اطول اسم، تقول له سبتمبر، سبتمبر هو اطول شهر يحمل، زين. قال لك when does it rain in England؟ يقول لك متى يمطر في انجلترا؟ يعني متى يمطر الجو في انجلترا؟ تقول له it rain in April, May, July, November and December. قال لك وين از وين از ات ساني، بمعنى قال لك متى يكون الجو مشمس، تقول له ات ساني ان ماي جون جولاي اند اوغست. يقول لك وين داز ات رين ان العراق، متى يمطر في العراق الجو، تقول له ان العراق ات رينز ان نوفمبر اند ديسمبر. فهمت الفكره؟ هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم، انا ضايف لك اياه ومترجم لك اياه، زين. بالنسبه لتمرين 3 صفحه 27 هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم، عندك الآية قال لك the capital of Iraq is، يقول لك عاصمة العراق شنو؟ بغداد. قال لك tomorrow will be it، بمعنى قال لك الطقس سيكون غدا شنو؟ sunny، قال له مشمس sunny. السي قال لك month is which you were born in، بمعنى قال لك الشهر الذي ولدت فيه هو جون. انت اي هنا باو انت مخير، هنا انت مخير تكتب بكيفك، زين، اي اسئلة طارحها عليك هو. عندك الدي قال لك مانس از ويتش يور فريند واز بورن ان ماي، يقول لك الشهر الذي ولد فيه صديقك هو، تقول له انت انا مخير بهذا الشهر، تقول له مايو، زين. الاي قال لك ذا كونتري وير يو وير بورن ان، بمعنى يقول لك الدوله التي ولدت فيها يا هي، تقول له العراق. الاف قال لك ذا فيرست مانث اوف ذير از جانوري، يقول لك الشهر الاول من السنه، الشهر الاول من السنه
هذا السؤال اللي بالك من عند الشهر الاول من السنه تقول له جانوري تجي قايل لك the hottest month of the year is بمعنى قايل لك اشد الشهور حراره في السنه تقول له سما الصيف قال لك ان three countries in Africa are بمعنى يقول لك ان ثلاثة دول في افريقيا هي ايجيبت السودان and ليبيا انت مخيرك من الدول الافريقيه بالنسبه للاسئله المهمه بهذا التمرين عندك الجي وعندك الاف وعندك الاي ذن ثلاثتين دي بالك من عتنب بهذا التمرين بعض الاساتذه يجيبوا لك اياهم ضمن اسقاطات ترى دي بالك هذا اكتب عليه تمرين مهم زين بالنسبة عندك تمرين 5 صفحة 27 هذا التمرين قال لك in England it's usually snows in winter بمعنى تقول لك في إنجلترا عادة ما يتساقط الثلج قال لك إن أنا at the end of رمضان في نهاية رمضان we break our fast بمعنى يقول لك في نهاية رمضان نفطر زين عندك السي قال لك فراغ is fifth month بمعنى شو يقول لك هنا يقول لك هو الشهر الخامس يا هو الشهر الخامس تقول له May عندك الدي قال لك my mother's sister is my يقول لك اخت امي هي عمتي او خالتي aunt زين عندك الاي قال لك there are the three فراغ in the school years in England يقول لك يوجد ثلاثة شنو terms فصول دراسية وين في الدراسة في انجلترا قال لك the opposite of land land معاكستها شنو قال لك opposite هي معاكسة land قال لك paro زين عندك الجي قال لك opposite of closed عكس مغلق قال لك open قال لك معاكسة never قال لك always ذني دي بالك يجيبوا لك اياها معاكسات هاي معاكسة يعطيك اياها يعطيك معاكسة قال لك برا close open never always فهمت الفكرة زين قال لك هنا spring comes after winter قال لك الربيع يأتي بعد الشتاء دي بالك من هذا السؤال يقول لك مثلا الصيف يأتي مثلا بعد من هيك فدي بالك من الأسئلة هاي المطروحة قال لك opposite of wet بمعنى هنا رطب عكسها dry جاف هاي معاكسة لأن معاكسات حاول تكتبين حتى لو هنا باوع لند معاكستها بارو كلوز معاكستها اوبن نفا معاكستها الويز ويت معاكستها براي بحيث انت شو تسوي تطلعهن خاف الاستاذ يجيب لك اياهم بالامتحان يعطيك معاكسه ويحل لك اياها ويعطيك المعاكسه الثانيه يقول لك اتحل هذا من موضوع الملاءات زين بالنسبه عندك هاي الاعداد الترتيبيه احنا ماخذيها سابقا وعندك اشهر السنه والايام والاختصارات هم ماخذين بهذا التمرين زين بالنسبه عندك هذا التمرين هذا التمرين خدناه سابقا ضمن التواريخ هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم ضمن قطع الكتاب ضمن قطع الكتاب اكتب عليه تمرين مهم هذا خدناه سابقا احنا شرحت لك اياه زين هذا اكتب عليه تمرين مهم جرافيتي يقصد بها الجاذبيه راح تخلي هنا الخط هنا على هاي تقول له فورس ذات تراكتس everything بمعنى يقول له قوه تذب كل شيء نحو مركز الارض راح يكون هذا هنا الصح عندك باقيات نفس عندك واير سيلك تقول له بيس اوف لونج سترونج ميتال يقول له هنا قطعه من المعدن الطويل والقوي زين هنا عندك بريك الفرامل شنو وظيفتها تقول له something you use when you want to stop بمعنى شو يقول لك هنا يقول لك شيء تستخدمه عندما ترغب في التوقف زين هنا عندك فراش تصادم تقول له ان اكسيدنت حادث هذا اكتب عليه تمرين مهم دير بالك خاف يجيبوا لك اياه بالامتحان زين هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم ضمن قطع الكتاب خاف يجيبوا لك اياه هذا التمرين شارحي سابقا ترى ضمن قطعه البوب سلاي اذا تتذكرها زين هاي الأسئلة اكتب عليها أسئلة مهمة ضمن قطع الكتاب مال عيد الفطر ماخذيها سابقا ترى هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم خاف يجيبوا لك كلمات يقول لك رتبها بالصورة الصحيحة وتمرين 4 صفحة 38 هذا التمرين اكتب عليه تمرين مهم دير بالك من عنده هذا التمرين بالامتحان راح يجيبوا لك اياه بهاي الطريقة
او يجيبوا لك طريقه اسقاطات كيف الاستاذ بعد يمه ايد الفطر اوفن غالبا لو اولز دائما ستارت افتر رمضان. يقول لك عيد الفطر هو غالبا لو دائما يبدا بعد رمضان، تقول له دائما يبدا بعد رمضان. يقول لك هنا there are two law free terms in school years in England. يقول له two هناك اثنان او فصلين في دراسه في السنه في انجلترا. قال لك هنا February is the shortest or longest month. تقول له shortest. تقول له shortest الأقصر من حيث عدد الأيام يقصد به. زين. يقول لك هنا يوم القوات المسلحة العراقية السادس لو سادس عشر. تقول له السادس. بالنسبة عندك هي قال لك رمضان بعض الأحيان لو أبدا in autumn. تقول له رمضان sometimes بعض الأحيان وين في الخريف. طلابنا الأعزاء بالنسبة عندك هذا التمرين قلت لك عليه تمرين مهم، هذا التمرين يكتب عليه تمرين مهم ضمن قطع الستوري تايم، ومثل ما علمتكم سابقا قطع الستوري تايم بعض الأساتذة يجيبوا لك اياها فرع كامل وحدها. زين عندك هاي القطع، هذا التمرين يكتب عليه تمرين مهم دير بالك من عنده. هذا اليونت الثالث طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق عندك بالتمارين، كل تمرين كتبت لك عليه مهم الأستاذ ما يتبعد من عنده أبدا بالامتحان، راح يجيب لك من عنده. كل تمرين ما قلت لك عليه مهم، هذا التمرين يفيدك مو ما يفيدك بس يفيدك داخل الصف. جميع التمارين ضايف لك اياها ومترجم لك اياها ومترجم لك المطالب ومطيقه مستسمع به النطق بعد شو تريد. طلابنا الاعزاء هذا كل ما متعلق بالمحاضره مالتنا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من عندها وان شاء الله نشوفكم باليونت الثالث. في امان الله.